أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل فواكه الدنيا مثل فواكه الآخرة في الصفة والنوعية والمذاق والشكل؟ مثلها في الاسم فقط، رمان في الدنيا ورمان في الجنة، تين، نخيل في الدنيا وفي الجنة، فالأسماء مشتركة لكن الحقائق مختلفة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. لبن، ماء، خمر، عسل، مختلفة الحقائق، متفقة الأسماء. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، الرمان والنخل والفواكه. نعم.